عايزين نرحب مع بعض بنجمنا الشامل. ازيك وعامل ايه؟ انا منيح تمام، وطالما في جمهور اللي بيحبني فانا بألف خير. دلوقتي عايزين نعرف عن مشوارك الفني من وقت ما ابتديت ولغاية دلوقتي، وازاي بتلحق بين كل انواع الفنون ديت. هلا بداية، أنا تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل، بعدين سافرت على لبنان، وبلبنان درست فنون جميلة. هالشي خلاني أتذوق نوع جديد من أنواع الفن. هذا النوع خلاني أتعرف على الصورة أكثر، ومن خلال معرفتي للصورة أكثر قدرت أستكشف أبعاد الصورة ما كنت مستكشفها من قبل. هالشي دفعني كثير لحتى إني أتبع دورة بالإخراج السينمائي ببيروت، لحتى احسن من خلالها اني انقل الصورة اللي ببالي وحولها لحقيقة وخلي العالم كله يتفرج عليها. بالنسبة للقسم الثاني من سؤالك، فانا بشوف انه الفن كلمة واحدة ما بتتجزأ، والصورة كمان ما فينا نجزأها، والفن هو عبارة عن صورة، سواء كان تمثيل، سواء كان رسم، سواء كان تصوير فوتوغرافي او نحت. حتى الشاعر والمطرب والملحن بيحاولوا انهم يرسموا صورة بخيالنا وباحاسيسنا، وانا بحب الصورة وبحب كون صانع للصورة. حبي للفن هو اللي بيخليني لحق على كل هاي الأمور مع بعض، ولسه فيني أعطي أكثر من هيك. بعد كل الإنجازات اللي انت عملتها هتعمل ايه في المستقبل؟ ليش أنا بلشت؟ حتى افكر بالمستقبل. I can't believe